ونروح لأخبار الأهلي. وبعثة الفريق سافرت النهاردة إلى جنوب أفريقيا استعداداً لماتش سان داونز اللي هيتلعب يوم السبت اللي جاي في دوري أبطال أفريقيا. واستبعد السويسري مارسيل كولر مدرب الأهلي الثنائي أيمن أشرف وبرونو سافيو من القائمة. وخاض الأهلي تدريباته بدون راحة بعد الفوز على المقاولين العرب امبارح بنتيجة 2-1.
الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي أعلن جاهزية الثلاثي عمرو السولية وخالد عبد الفتاح وأحمد عبد القادر للمشاركة في ماتش سان داونز، وشارك اللعيبة الثلاثة في تدريبات الأهلي النهاردة بعد التخلص من الإصابات اللي تعرضوا ليها. نروح نشوف تقرير عن توقعات الجماهير لماتش الأهلي وسان داونز ونرجع نكمل أخبارنا. بإذن الله الأهلي يكسب عشان هو الأهلي عودنا إن مفيش مستحيل، ولو مثلا يعني السان داونز جت في المباراة مثلا وكسبت وسكور عالي، لا الأهلي معانا مع الآخر دقيقة وكده بإذن الله يكسب. يعني توقعات إن هو يبقى 3-2 3-1. والله كده هي تبقى مباراة صعبة إن شاء الله، بس يعني إن شاء الله الأهلي زي ما عودنا يكسب إن شاء الله. هي صعبة ومش صعبة، الأهلي عامة بيظهر في الأوقات الحرجة واللي هو مش متوقع. أتوقع 1-0 إن شاء الله للنادي الأهلي، واثق فيهم برضو يعني. إن شاء الله بوجه رسالة إن أنتوا قد المسؤولية دي وإن شاء الله تقدروا تحققوا البطولة بإذن الله. ممكن الماتش يخلص يعني يا إما 1-1 يا إما 1-0، ما أعتقدش هيبقى الماتش فيه الأهلي إن شاء الله.